قد مضى عليه أكثر من 3 أشهر وهو لا يزال يواصل معركته البشعة في القضاء على البشرية. إنه وباء كورونا فيروس أو كما سمي لاتينيا بكوفيد-19. جغرافيا لم يترك فيروس كورونا قارة إلا وقتل وأصاب سكانها وأذاقها متاعب الهلع والويلات. هذا الوباء القاتل، ومنذ 19 مارس الجاري قرر وضع قدمه أيضا إلى تشاد. قدومه لم يكن مرحبا به كما هو في باقي قارات ودول العالم التي عانت من ويلاته الكثير. أمام هذا الواقع الأليم والغير مرغوب تماما، اتخذت الحكومة التشادية عدد من الإجراءات الوقائية والتي ينبغي على المواطنين تنفيذها من أجل تفادي الإصابة بفيروس كورونا الذي لا يرحم الغني ولا المسكين ولا حتى الصغير ولا الكبير. ومراعاة لهذا الوضع الذي يتطلب تنفيذا عاجلا وصارما لتلك الإجراءات الوقائية، عقد هذا الاجتماع الأمني الذي دعا إليه الوزير المنتدب لدى الرئاسة المكلف بالدفاع الوطني والأمن والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الفريق محمد أبا لصلاح بحضور نظيره بالصحة العامة البروفيسور محمود يوسف خيال. اجتماع أكد خلالها الوزير محمد أبا لصلاح ضرورة تنفيذ قرارات الحكومة بأي وسيلة كانت من أجل حماية المواطنين من هذا الوباء. بعد الحكومة قرر في الموضوع هنا كورونا فيروس، حكومة شعل قرارات كتير، وأنينا بالأسف شفنا ناس شعب مش الشيء جاي نجليزي مزير ده. دونك عشان ده اليوم كل فرز دفاع سيكوريتي لمينا ما وزير سانتي فورك ندور نمشي بالفتاس آخر. كل شيء الجاي نسول المسألة حقينا ومسألة هنا بلدنا لازم نرسبكتي المزير، وحكومة لازم بيقول يرسبك بعد اليوم نرسبكتي، يعني لذا الشعب يرسبكتي المزير حكومة ده. فيما يتعلق بموضوع إلى جانب المقيمين بالبلاد والتشاديون في الخارج، قدم لهم الوزير رسالة قال فيها: التشاديين قاعدين برا من البلد كالمزير السدينة فرونتير ده مزير ده قاعد، عشان ده كل واحد هل يوجد في مكانه وكان يتجان آخر كل يوجد في مكانه، وإن شاء الله في يامد الشيء الحكومة كرر ده يصمه، عشان ما ممكن تجي في فرونتير تجي في بارير ومسدب تنتي قبل ده كله ما يجيب عديل. وحتى الناس الآخر عايشين في تشاد أنا جنسية آخر نفس الكلام، هم كل قاعدين في تشاد وما خرقوا عشان الفرونتير مسدب، لازم نحترم القرارات. خطوة رأى فيها وزير الصحة العامة البروفيسور محمود يوسف خيال بأنها مهمة في هذا الوقت بالتحديد. أذكر حقنا بري في أي مكان ده هم بقدروا بواجهه أي عدو بواجهه، عدو هسانا كورونا فيروس ده عدو ما من شاف. كل عسكر هنا تشاد ده جهز له منستر أورا في كل بروفنس هنا تشاد ده من ألم ده خلاص، ألم ده كله ينفسه في أي مكان أي فيل أي مكان قاعد أي حدود ده خلاص عسكر هنا قاعدين هناك وينفسه. والتنفيذ ده ناس يحاقروا، لكن كان تنفيذ ده ما كربنا السمع ده الشغل اللي تشوفوه في التلفزيون وكيف حجوا فوق ده عم باكر ببقى لنا. أي شعبي ده يتبخ خمام المينستر حنا سانتي اورا ليدا ما انينا بس تخدمه مينستر حنا سانتي ما مينستر حنا الديفانس ومينسترات الاخرين كله قاعدين بيساعدونا ده، لكن الشعب كله كان ما بخط في راسه كلام الاورالو حكومه ده، يعني مثل انينا قاعدين نبريشي في صحراء في ديزر، واجب الشعب كله كلام حنانا ده يسمع. إذا كان هنالك دول مثل الصين استطاعت التغلب على فيروس كورونا بعد مقتل الآلاف وإصابة عشرات الآلاف منهم، فهذا يعني أن مواطنيها قد خضعوا لكل التوجيهات والتدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات الحكومية. وهذا المثل يجبرنا كمواطنين أو أجانب مقيمين داخل الأراضي التشادية احترام كافة القرارات والإجراءات المتخذة من الحكومة من أجل المساهمة في التصدي لوباء بات يشكل خطرا على الحياة البشرية بشهادة كل العالم والمنظمات الدولية.